في منارة سماوية بديعة استحوذت على قلوب رصيد السماء بل والبحارين ورجال الكشافة في رحلاتهم الجميلة. ضوء هادئ وثابت ومكانه مش بيتغير، ضوء النجم القطب الشمالي اللي كلنا عارفينه، أو ممكن نكون فاهمين إننا عارفينه، لكن هنطلع في نهاية الفيديو ده بمعلومات وأسرار وألغاز ما زالت بتحيط بأغرب النجوم في نصف الكرة الشمالي. ليه نجم القطب الشمالي بولاريس أو نجم الجدي الاسم العربي بتاعه؟ ليه هو ثابت ومش بيتحرك زي بقية النجوم؟ وإيه قصة إن نجم الشمال في الحضارة الفرعونية ما كانش نجم الجدي أو بولاريس، إنما كان نجم تاني خالص؟ وإزاي بعد سنين هيتغير نجم الشمال لنجم تالت جديد اسمه فيجا؟ لكن السؤال الأهم في حلقتنا النهاردة عن نجم الشمال، ليه هو مهم؟ وإيه الشيء اللي حصل وعرفناه عنه خلال الفترة اللي فاتت هيغير مفاهيمنا عن الكون بأكمله؟ نجم صغير يغير مفهومنا عن الكون كله؟ طب إزاي؟ أهلا بيكم. الحقيقة زي ما انتم شايفين اننا بنقدم لكم هنا في القناة محتويات حصرية مش بتلاقيها موجودة في اي محتوى عربي منافس، وتقديرا للتعب والمجهود اللي بقوم بيه، اتمنى من حضراتكم ان شاء الله زيادة الدعم علشان نوصل لجمهور اكبر ونقدر من خلال ده نوصل رسالتنا العلمية التثقيفية بطريقة مسلية وبسيطة. ويلا تعالوا مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة نتعرف فيها على النجم القطب الشمالي، مش بس نعرف هو ليه ثابت مش بيتحرك وازاي نقدر نرصده بعينينا، لكن الاهم هو ايه اللي هتغيره الدراسات الجديده عن نظرتنا عنه. ليه ممكن يلخبط النجم ده مفهومنا عن الكون كله وبالاخص في موضوع التوسع الكوني؟ يلا حضر مشروبك اللذيذ ونبدا مباشره. لماذا نجم الشمال ثابت لا يتحرك؟ النجم القطب الشمالي اسمه بولاريس، وأطلق عليه العرب زمان اسم الجدي، بيحمل الرقم 48 في ألمع نجوم السماء اللي بنشوفها في سماء الليل. بيظهر نجم الشمال بالليل في مكانه ومش بيتحرك، يعني انت لو بصيت للسماء كل ليلة هتلاقي ان النجوم في السماء بتتحرك بشكل بطيء من الشرق للغرب، يعني النجوم بتشرق وتغرب زي الشمس، بل وفي نجوم بتظهر في بعض الشهور والفصول وتختفي في فصول تانية. علشان كده بيبقى في نجوم اسمها نجوم الشتاء اللي بتظهر في الشتاء بس، ونجوم تانية في الصيف او الربيع او الخريف وهكذا. لكن النجم القطب الشمالي ده عجيب جدا، نجم بيظهر في كل الفصول، نجم بتلاقيه في السماء مش بيتحرك ولا بيشرق ولا بيغرب زي بقية النجوم. وعلشان ثباته المميز ده وهو في الشمال، الناس اخدوه زمان كمرشد ليهم في الطريق وخاصة في البحار، لانك لو عرفت الشمال هتعرف باقي الاتجاهات، فلو نجم الشمال قدامك هتلاقي الشرق على يمينك والغرب على شمالك والجنوب وراك. طيب هو ليه ثابت كده؟ والسبب بسيط، هو بيدور رأس كده على محور دوران الأرض، فبالتالي بيظهر دايما في نفس مكانه وكأنه مش بيتحرك. لكن في الحقيقة هو بيتحرك، بس حركة بسيطة جدا ما نقدرش نلاحظها بالعين المجردة. هو بيدور حوالين نقطة محددة بزاوية تقريبا 65% درجة، تقريبا بيصنع دايرة كل يوم قطرها 1.3 درجة بس، مساحة صغيرة جدا وغير ملحوظة. طيب والحركة دي جاية منين؟ الحركة بتاعت النجم دي جاية من دوران الأرض حوالين محورها يوميا، الدوران اللي بيتسبب في شروق الشمس في النهار وغروبها بالليل وطلوع النجوم بالليل وغروبها عند الفجر. لكن النجم الشمالي كده فوق القطب الشمالي مباشرة، علشان كده كأنه محور العجلة اللي لا بيروح يمين ولا شمال، عشان كده بيبقى ثابت وكل النجوم بتدور حواليه. كيف تغير نجم الشمال في الماضي وكيف سيتغير في المستقبل؟ لكن العجيب بقى في الموضوع ان نجم الشمال بولاريس الحالي ما كانش هو نجم الشمال في الماضي، انما كان نجم تاني، ما هم هيبدلوا بقى. فكوكب الارض مش بيدور حوالين محوره بشكل ثابت مطلق، فميل الارض حوالين محورها بيكون بطيء وتدريجي، بيتغير كل 26000 سنة فيما يعرف بالمبادرة المحورية Axial Precession، الظاهرة اللي بتسبب تغير نجم الشمال كل فترة. يعني على أيام الفراعنة ومع بداية بناية الأهرامات كان النجم الشمال أياميها هو النجم ثوبان، وما تحولش نجم الشمال إلى بولاريس أو الجدي إلا في سنة 500 ميلادية. بل والأغرب من ده كله إن نجم الشمال بولاريس مش هيبقى هو نجم الشمال خلال 13000 سنة اللي جايين، إنما هيتحول لنجم فيجا الموجود في كوكبة ليرا من فصيلة النجوم الزرقاء. كيف ترصد نجم الشمال بنفسك وبدون تلسكوب؟ سكوت ليفن عالم فلك امريكي وهاوي لرصد السماء بالعين المجرده، كان بيحكي حكايه انه مره تاه في الصحراء كده ومش عارف ازاي يرجع للمدينه اللي كان بيعمل زياره لواحد من قرايبه فيها، ده حتى الشبكه بتاعت المحمول قطعت واصبح فعلا معزون عن العالم، والموبايل بتاعه اي يعني ما اصبحش ليه اي لازمه، وقدر من خلال تحديد نجم الشمال
انه يعرف الاتجاهات ويرجع تاني للمدينة. طبعا في اكتر من طريقة علشان تعرف تحدد بيها نجم الشمال، بس انا هقولك الاول انك تاخدها كده مرحلتين عشان تتعلم واحدة واحدة. المرحلة الاولانية انك تحمل تطبيق لرصد السماء، على سبيل المثال ممكن تحمل ستيلاريوم او غيره كتير، ان شاء الله هسيب لكم لينك ستيلاريوم كده عشان تحمله على طول في صندوق الوصف. بعدين تفتح التطبيق وتدور على كوكبة الدب الاكبر، ليها 7 نجوم بيميزوها على شكل مغرفة الأكل اللي بنغرف بيها. هتلاقي نجمتين واضحين في نهاية المغرفة اللي هما نجم الدب ونجم المراق. لما نمد خط مستقيم منهم كده على الشمال وكأننا متجهين للغرب، هنلاقي نجم الشمال الجدي. نجم الجدي اللي بيقع في كوكبة الدب الأصغر في نهاية مقبض المغرفة الصغيرة للكوكبة دي، زي ما انت شايف كده في الصورة. طبعا في فيديوهات كتيرة بتتكلم عن رصد السماء، ممكن تشوفها وارشح لك منهم قناة أفلاك، كانت اتكلمت على الموضوع ده في اكتر من فيديو. لكن للاسف لو انت بقى موجود في مناطق قريبه جدا من خط الاستواء او من سكان نص الكره الجنوبي، فطبعا مش هتقدر تشوف بولاريس نجم الشمال على الاطلاق. نجم الشمال ليس نجما واحدا، انما 3 نجوم. نجم الشمال بولاريس، بالرغم من انه مش ألمع نجوم السماء وانه في المرتبه 50 من حيث اللمعان والسطوع، يعني اخفت من كتير من النجوم اللي بنشوفها في السماء هنا على الارض، الا ان سطوعه تقريبا بحوالي 2500 مره قد سطوع الشمس، وحجمه 6 أضعاف الشمس تقريبا. مش نجمه واحده، انما نظام ثلاثي من النجوم، بولاريس AA وبولاريس AB، وهم نجمين بيدوروا حوالين بعض في فترة مدارية تقترب من 30 سنة، وأقرب لبعض من النجم الثالث البعيد بولاريس بي. طبعا النجم الرئيسي بولاريس AA هو الألمع والأكبر، تقريبا قد كتلة الشمس 5 مرات، وبيسميه علماء الفلك نجم قيفاوي نابض ومتغير، وحنعرف بعد شوية سبب التسمية دي ايه. يبعد عننا النظام النجمي الثلاثي ده تقريبا 445 سنة ضوئية. النجم الثالث الصغير اللي بيدور بعيد عن النجمين التانيين بيبعد عنهم مسافة 2400 وحدة فلكية. تخيل المسافة قد ايه؟ ده كوكب بلوتو البعيد جدا عن الشمس، بيبعد عنها تقريبا ما بين 39 الى 49 وحدة فلكية. الصورة اللي قدامك دي التقطها تلسكوب شاندرا للأشعة السينية للنظام الخاص بنجم الجدي بولاريس. هتلاقي سحابة سديمية رائعة معروفة عند علماء الفلك بسديم التدفق المتكامل Integrated Flux Nebula، اللي بيتكون من الغبار وجزيئات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وعناصر تانية. النجوم القيفاوية النابضة، ما أهميتها في الكون؟ نجمنا بطل حلقتنا النهاردة نجم قيفاوي متغير نابض، وبرافو عليك صديق المتابع اللي صاحي كده وفايق ورايق. تقصد انهي نجم فيهم يا استاذ محمد؟ دول 3 نجوم. الله عليك، احبك كده وانت منتبه ومصحصح. فعلا النجم المتغير القيفاوي هو بولاريس AA، بس السؤال اللي كنت هفرح بيه هو ايه هي النجوم القيفاوية ديت؟ بيقولك النجوم دي شديدة اللمعان والسطوع، ولمعانها من 500 مرة الى 300 الف مرة قد لمعان الشمس، وعندها فترات تغير في السطوع واللمعان قصيرة من يوم لمئة يوم. يعني مثلا النجم بتاعنا بتاع النهاردة القطب الشمالي بينبض ويتغير سطوعه كل 4 أيام. نجم غير مستقر، بينبض وبينتفخ، ولما بينتفخ بتبقى الطبقات الخارجية للنجم شفافة، وده بيخلي النجم يسطع وبعدين يبرد، ونتيجة البرودة دي بينكمش على نفسه ويخفت ويقل سطوعه، ولما بينكمش المواد بتقرب من بعضها وبيزيد الضغط فبترتفع درجة الحرارة، وبينتفخ النجم تاني ويسطع تاني، وهكذا عملية متكررة كل 4 أيام. فعلشان كده نبضه منتظم جدا وعلامة مميزة في السماء، منارة كونية بتنبض في وقت محدد وفي زمن قياسي وفي مسافات بعيدة جدا. فبتعتبر النجوم القيفاوية دي زي شمعة قياسية ستاندرد كاندل. تلسكوب جيمس ويب مثلا استخدمت فرق البحث اللي شغال عليه 300 نجم من النجوم القيفاوية النابضة دي علشان يعرفوا بيها المسافات البعيدة بين المجرات المختلفة، وبالتالي هنعرف من خلال دراسة النجوم المتغيرة دي نحل لغز كوني خطير ومبهم وغامض اسمه توتر هابل، هابل تنشن، والمتعلق بالتوسع الكوني. لان لما استخدمنا جيمس ويب من سنتين لقينا ان جيمس ويب وهابل بيتفقوا على ان التوسع في الكون مش بيتم بنفس السرعه ونفس المعدل في كل مكان بنرصده، وان علامه الحد الاقصى للتوسع الكوني بالطريقه دي بقيت مشوشه ومربكه، وكاننا مثلا في سباق والمفروض يعني اننا كلنا نمشي بنفس السرعه، لكن العكس بيحصل، ناس بتجري بسرعه وناس بتكون ابطا وفوضى كده حضرتك. تمام، زي كده بيحصل في السماء واحنا بنرصد بنلاقي التسارع مش ماشي بوتيره واحده في كل الارصاد. طبعا ان شاء الله هنتناول الموضوع ده بشيء من التفصيل في حلقه قريبه جدا ان شاء الله. اشترك في القناه لو مش مشترك،
وفعل الجرس علشان تتابع حلقة توتر هابل ونفهم الموضوع ده بشكل أوسع. المهم النجوم النابضة دي مفيدة جدا علشان نقيس بيها المسافات في منطقتنا المحلية، يعني مجرتنا والمجرات المصاحبة ليها. والحقيقة خبراء الفلك خلال السنين اللي فاتت قدروا يرسموا خريطة الحي المحلي للمجرات بتاعتنا، وده عن طريق النجوم المتغيرة دي، وبولارس نجم الشمال واحد من النجوم دي. وزي ما انت شايف قدامك في الصورة دي ان النجوم المتغيرة هي النقط اللي باللون الاخضر واللي ساعدتنا كتير في رسم خريطة مجرتنا درب التبانة. سر غريب في النجم بولارس يقلب مفاهيمنا عن الكون. ورقة بحثية اتنشرت من فترة قريبة ناقشت الملاحظات الأخيرة المتعلقة بمعدل النبض في النجم بولاريس، وإزاي ممكن تؤثر المفاهيم الجديدة دي في فهمنا للكون ولموضوع التوسع الكوني وتوتر هابل. الدراسات الحديثة اللي تمت في الموضوع ده أظهرت أن نبضات نجم الشمال الجدي كان فيها تغيرات في 200 سنة اللي فاتت، والموضوع ده ما ظهرش إلا من فترة قريبة، وأظهر معاه عدم اتفاق بين الباحثين والعلماء لا على حجم النجم ولا حتى على مسافته بالنسبة للأرض، لأننا كنا معتقدين إن نجم متغير عادي، لكن طلع نجم مش عادي وهيلخبط كل دفاترنا العلمية. كمان نجم الشمال يا جماعة الخير أصبح صعب جدا في دراسته، بل بيكسر في نماذجنا الفلكية في حساب كتلة النجوم وعمرها وكمان بعدها عننا فيما يعرف بنموذج التطور النجمي Stellar Evolution Model، واللي من خلال النموذج ده بيدرس الباحثين سطوع النجم ولونه ومعدل نبضه، وبيستخدموا البيانات دي بعد كده في معرفة حجمه وسطوعه، وبيتنبأوا كمان بموعد نهاية حياته. والمفروض المفروض الموضوع ده يكون دقيق في النجوم الكيفوية المتغيرة زي نجمنا الشمالي. معدل النبض علشان تفهم صديق المتابع بشكل مبسط، معدل النبض ده مرتبط أساسا بسطوع النجم. تم اكتشاف الطبيعة المتغيرة للنجم بولاريس وإنه نجم نابض في سنة 1911 عن طريق عالم الفلك الدنماركي إينر هيرتسبرونج. النجم كان ليه نبض ثابت زي ما قلنا من شوية كل 4 أيام. النبض ده ومع الملاحظات والأرصاد بدأ يتغير، والأكثر من 150 سنة ولغاية سنة 2010 كانت فترات النبض بتطول كده لمدة 4 أو 5 ثواني زيادة، وإنه بياخد فترة أطول في إكمال دورة نبضته الكاملة. ودلوقتي اتقلب الموضوع ده ومحدش عارف السبب، بل وكمان حجم السطوع قل، وكأن النجم بسبب بطء نبضته بالزمن اليسير ده قلل كمان من سطوعه. الامر الاكثر غرابه حصل ما بين سنه 1963 و1965، حاجه غير متوقعه بالمره، ان النجم رجع تاني لمعدله الطبيعي في النبض، وكان النجم ده بيلعب معانا لعبه خبيثه في موضوع النبضات المستمره في الزياده من اكتر من قرن كامل، مع ان الزياده مش كبيره برضو، 4 أو 5 ثواني زياده في المجمل اللي هو 4 ايام، زياده برضو بسيطه وطفيفه، بس ما نقدرش نقول طفيفه على طول الخط، اتعلمنا ان الارقام البسيطه ممكن تقلب الدنيا حرفيا. لكن اللي محتاجين نخلي بالنا منه ان النجم النابض ده مش لوحده في النظام، معاه نجمين تانيين بيدوروا كلهم حوالين مركز موحد. هل بيأثر نجم من الاتنين المرافقين ليه على النجم الاصلي بولاريس، وده كمان بيأثر على نبضاته؟ العلماء اقترحوا ان النجم المرافق بولاريس بي ممكن اثناء اقرب التقاء ليه مع النجم الرئيسي النابض يكون اثر على الطبقات الخارجيه للنجم ده. لا استنى شويه، انا لسه ما خلصتش الفيديو، لسه الغرابه موجوده، التقيل جاي اهو. في التسعينات انخفضت جدا معدلات النبض ورجعت تاني من سنة 2000، وفي سنة 2010 بدل من الاستمرار في الزيادة الخاصة بوقت النبض انخفضت اكتر. شو اقول لكم النجم بولاريس ده بيلعب معنا؟ العلماء عشان يعرفوا يقيسوا الموضوع دوت استخدموا تقنية السرعة الشعاعية، من خلال اننا بنحلل الضوء الخاص بالنجم، فلما يكون مايل للازرق فمعنى كده ان هو بيقرب، ولما يكون مايل للاحمر فبيبعد وينكمش. العلماء عملوا 4000 قياس للسرعة الشعاعية طوال 60 سنة عدت. فريق تاني من العلماء اقترح ان النجم النابض ده ممكن يكون اتصدم في فترة من فترات حياته بنجمه المصاحب او اي نجم غريب، لكن السيناريو ده ما لقاش رواج كبير بسبب بعده عن النموذج التطوري للنجوم. لكن الامر الاكثر اثارة واللي حصل في سنة 2022 من قبل باحثين من جامعة كوينز بكندا. الجماعة دول قالوا زي ما للارض مجال مغناطيسي فللنجوم كلها مجالات مغناطيسية، تعالوا ندرس يا اخواننا المجال المغناطيسي للنجم ده. الجسيمات المشحونة في النجوم بتلعب الدور المحوري في مجالاتها المغناطيسية زي الشمس. المجال المغناطيسي للنجم النابض بولاريس محدش درسه أو اكتشفه قبل كده، وفعلا الفريق الكندي اكتشف أن نجم الشمال ليه مجال مغناطيسي قوي، وأنه بيأثر على موضوع النبضات من خلال الرياح النجمية للنجم اللي بتغير بنيته الداخلية، حتى بيأثر على سرعة دوران النجم. وبالرغم من كده فالملاحظة دي من الفريق الكندي ما كانتش قوية وكافية، ولحد النهاردة
العلماء مش قادرين اصلا يدرسوا بشكل دقيق تأثير المجالات المغناطيسية على النجوم القيفوية المتغيرة دي. دراسة المجال المغناطيسي لنجم الشمال هيساعد في فهم أسرار غريبة وعجيبة لأغرب نجوم السماء اللي بنشوفها طول السنة. وإحنا في انتظار التقرير النهائي للفريق الكندي إن شاء الله اللي هيصدر إن شاء الله كده في الصيف القادم 2024. الاكتشافات الجديدة للنجوم النابضة زي نجم الشمال الجادي هيمثل مشكلة كبيرة في تحديد المسافات في الفضاء بدقة عالية. أيا ما كان السبب في تغير النبضات، سواء كانت من النجم المصاحب اللي بيؤثر في دورانه على بولاريس النابض، أو حتى في المجالات المغناطيسية اللي ما نعرفش عنها هناك إلا النذر اليسير. الظاهرة دي فعلا ممكن تسبب مشاكل لينا في القياسات البعيدة للمجرات في الكون المبكر، وتخلينا فاهمين موضوع التوسع الكوني بشكل غلط. على الرغم من إنه أمر محبط، ولا إنه في نفس اللحظة مثير ومدعاة للباحثين والعلماء انهم يبحثوا اكتر واكتر، وبيقول لنا اننا مهما اوتينا من علم وقوة الا ان العلم ده متغير وكل يوم في جديد، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وده ما يمنعش اننا نبحث، بل نزود موضوع البحث علشان نرضي فضولنا. اصل الانسان يا جماعة كائن فضولي عايز يعرف كل حاجة، واي حاجة مش فاهمها لازم يدور وراها لغاية ما يجيب قرارها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، ولو اول مره تشوفنا ما تبخلش علينا كده بالاشتراك، يلا انزل دلوقتي واشترك حالا وفعل زر الجرس علشان تتابع معنا الحلقات الجديده. ولو انت من متابعينا الدائمين وحابب تدعمنا فزرار القلب موجود تحت، واكيد هنقول لك شكرا. وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد في انفوسفير ولف معلوماتي، رحله الحياه بين العلم والدين والخرافه. تحياتي محمد فهمي سليم، السلام عليكم.